يوم قلت فيه الدنيا دي انتهت؟ يوم زلزال 92. انا كنت فاكره يوم القيامه والله. بجد؟ والله العظيم وانا صغير. وانت انا لسه صغير. قلت خلاص كده. انا كنت في المدرسه والدنيا تهزت وقالوا يلا. الساعه 3 انا كلنا بندوس على بعض واحنا في المدرسه، فانا في دماغي ان دي الايه خلاص هي اللي هي بتبقى كده، وعمال اقول طب انا ما لحقتش يعني، طب اتحاسب على ايه؟ ما لحقت انا في ثالثه ابتدائي لسه ما عملتش اي حاجه. طب قيامه، طب هياخدونا فين يعني؟ احنا بنجري كده هنخش حاجه ودي القيامه يعني، فاهم؟ ولا هنفضل نجري كده هنخش حاجه يعني فاهم اللي هو يفتحوا حاجه ونخشها بوابه ما نخش ونعيش بقى القيامه واحوالها علينا دي القيامه ولا اصل احنا ما متناش، احنا بنجري بس ومش من حاجه يعني، احنا بنجري من المدرسه وطلعنا نجري في الشارع وبنجري اصل هتجري ايه اذا كان الارض بتنهار؟ لا واللي يضحك بنجري وهي الدنيا اتهزت اصلا 3 ثواني، احنا فضلنا 3 ساعات بنجري وبنبص ورانا، انا مش فاهم.